كل شرف الانتصار العلمي اللي حضرتك حققته وزملائك ده، ده يعتبر نصر التكنولوجيا في العالم كله. كلنا طبعا عارفين ان الحرب الكيماوية هي ابشع انواع الحروب واخطرها على الانسانية، وزي ما بيحاولوا انهم يلاقوا لكل مرض علاج زي الكوليرا والسل والسرطان والايدز، كل دي عناصر بتهدد الانسانية، كذلك في الحروب العلماء اخترعوا القنبلة الذرية، ودي طبعا برغم بشاعة نتائجها، وكذلك الحرب الكيماوية، ودي في رأيي انا هي سلاح الجبل. علشان كده انا وزملائي حاولنا ان احنا نوصل لبعض النتائج بالابحاث اللي عملناها علشان نخفف من المسألة دي، والحمد لله قدرنا نحقق نتائج كويسة سمعوها. يا اخي مساء النور، حضرتك الدكتور عبد العزيز شرف؟ ايوه. ممكن نتكلم مع حضرتك شوية؟ اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين بالظبط وايه اللي بتعملوه ده؟ البرنامج بيشكر الدكتور عبد العزيز شرف العالم المصري لمركز ابحاث المستقبل اللي استطاع هو وزملائه والعلماء المصريين باكتشاف مواد تبطئ دمار الحرب الكيماويه. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شرف مش مجرد زميل، ده صديق عمر، انسان كله امل وطموح، مش ممكن اتصور انه يقدم على الانتحار. يعني حضرتك بترجح ان وفاته جنائيه؟ اكيد يا فندم، في مؤامره كبيره على العلماء وخصوصا العلماء المصريين. وتفتكر حضرتك مين ليه مصلحه في قتل الدكتور عبد العزيز شرف؟ ومين كان له مصلحه في اغتيال باقي العلماء المصريين؟ واخرهم حادث اسكندريه. واحب اضيف لسيادتك ان اغتيال العلماء المصريين ده مش هيرهبنا ابدا، وانا عن نفسي هكمل كل التجارب اللي عملها الدكتور شرف وانا كنت شريك معاه فيها. اهلا دكتور حسين. اتاخرت ليه يا حسين؟ شغلتني عليك يا ابني، انا مش مأكده عليك تكلمني في التليفون. وبعدين معاكي وانا لسه عيل صغير عشان تقلقي عليا؟ انا قلقانه يا ابني عشان الظروف اللي احنا فيها دي، حادثه الدكتور شرف. انا مفيش اي ظروف تخليكي تقلقي عليا بالشكل. ازاي يا دكتور بتقول الكلام ده؟ ده رابع واحد من زملائك يتقتل. على العموم تامر فين؟ تامر في اوضته مستني ابوك العام. الله يجي في نفس الميعاد، لما الولد يقعد قلقان كل اسبوع بالشكل ده. دكتور حضر لك الغدا؟ لا 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 متشكر قوي، ده انا اتغديت بره. صباح الخير. ايوه انا حسين. اهلا يا فريده، ازيك؟ ازيك يا دكتور حسين؟
أنا أسف على الإزعاج، بس أصل النهاردة الخميس وتامر لسه ما جاش. آه، ما إحنا مستنيين الأستاذ سامي. ما أنت عارفة مواعيده. آه، مواعيده. حتى اليوم الوحيد اللي بيقعد فيه مع ابنه ما بيبقالوش فيه مواعيد. هو مش هيبطل استهتار بقى؟ Thank you, can you put it down, please. يلا معلش. على كل حال يا دكتور، يعني أرجوك ما تأخرش تامر. ولو فيها تعب يعني من فضلك تجيبه أنت بنفسك. شكرا قوي يا دكتور، كتر خيرك. نينا، يا نينا. ايوه يا حسين، مالك بتزعق ومتنرفز ليه؟ لبستي تامر عشان هوصله لمامته. توصله لمامته؟ سامي زمانه جاي. ايه يا الدنيا طارت؟ ايوه يا ست طارت. سامي ده انسان ما عندوش اي تقدير للمسؤوليه، انسان ما عندوش احترام للوقت، انسان غريب متسيب. ده ملكش حق يا حسين، هو سامي ده مش عنده شغل؟ بقى الغنى والمسخره اللي بيعملها دي بتسميها شغل؟ حسين، من فضلك اوعى تقول الالفاظ دي على اخوك قدام ابنه. الولد بيتاثر وبياخد في نفسه، وانا كمان بتضايق. خلاص انا اسف جدا، بس ارجوكي لبسي تامر هدومه عشان اوديه فريده لانها متضايقه جدا. فريده فريده فريده، يا دي فريده. فريدة متضايقة وهي بعيد، فريدة متضايقة وهي قريبة. حاضر، هلبسه. هو بابا مش جاي النهارده ولا ايه يا تيتا؟ ان شاء الله هيجي بالسلامة يا حبيبي. ايه رأيك يا تيتا؟ البس دي ولا دي؟ سلام يا تامر، البس اللي تعجبك يا حبيبي. يا سلام يا تيتا، هو انت ما بتعرفيش تكرري حاجة أبدا؟ أنا عايزة أروح لماما وأنا شيك. فاني بقى الأشياء دي ولا دي؟ البس دي. لا بقى أنا من رأيي دي. طالع ليمت زي أبوه. بابا جه يا تيتا، بابا جه. الحمد لله. بابا بابا اتأخرت ليه؟ ما تقطع يا سامي. الحمد لله على السلامة يا فنان. ممكن بقى توصل ابنك لوالدته عشان نخلص من الحكاية دي؟ وحشتني قوي قوي يا سبس. وانت كمان يا حبيبي. مش هتاخدني معاك بقى؟ ما اقدرش يا حبيبي، انا والفرقه بنلف في حتت كتير، ده طبعا يعطلك عن المدرسه، وانت عايز تطلع دكتور كبير زي عمك. انا كان حسين بيقول لي ان المستقبل للعيال، وعشان كده جاب لي كمبيوتر وعلمني اشغله. انا والكمبيوتر بقينا اصحاب قوي قوي يا بابا. انت والكمبيوتر؟ برافو يا حبيبي، برافو. لكن انت ليه بتلفز يا عم حسين يا مسلسل؟ والله انا غويت المزيكا والفن، وهو غوى العلم والطب، وكل واحد عبقري في مجاله. بس ماما قالت لي ان هي سابتك عشان حكايه الفن دي. ماما سابتني عشان صدقت كلام الناس اللي فرقوا بيني وبينها. وبعدين انا قلت لك 100 مره قبل كده ما تكلمنيش في الموضوع ده، فاهم يا تامر؟ الله، انت زعلت؟ ايوه زعلت. حقك عليا، خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. اوكي يا سمسم؟ يلا يا سيدي انزل يا ماما. ايه مش هتنزل معايا عشان تشوفها؟ لا يا حبيبي، انا رايح مشوار كده ساعة وهرجع اخدك، ومش عاوز شقاوة عشان ماما ما تزعلش منك. ما دام انت بتحبها قوي كده وخايف على زعلها، امال ايه اللي خلاكم تتطلقوا؟ بلاش لماضه واطلع لمامتك. ماشي يا سمسم ماشي. شوية لعب انما قد كده، تعالى ما اوريهم لك. لو عم فاضل جوه خلينا هنا احسن.
لا يا حبيبي، عم فاضل في المكتب. خلاص كده نخش وانا مطمن. يلا. شفت يا تامر؟ شفت قلت لك ايه يا حبيبي؟ ايه ده يا ماما؟ هو انت لسه فاكراني عيل صغير؟ الحاجات دي مش ممكن عم حسين يدخلها البيت. الناس دول لخبطوا مخك خالص يا تامر. يا حبيبي يا حبيبي، انت لسه صغير، لازم تعيش زي بقيه الاطفال، لازم تتفسح وتهيص وتلعب. عمك حسين ده معقد الدنيا خالص. لا يا ماما، عم حسين عالم كبير وعايزنا ابقى زيه. هو انت مش بتشوفيه في التي في؟ تي في؟ اه بشوفه في التي في. تامر انت لازم تيجي تعيش معايا يا حبيبي، انا مش مطمنه عليك خالص. عمك حسين مشغول في ابحاثه والغلب اللي هو فيه ده، وجدتك ست كبيره قوي، وابوك بابا بيحبك قوي يا ماما. يا ريت نرجع نعيش تاني مع بعض. انا من حقي اخدك منه من غير استئذان، مصلحتك تعيش معايا انا. طب وعم فاضل؟ ماله عم فاضل؟ راجل بيحبك وطيب جدا. ده انا هدلعك وافسحك واذاكر لك واعمل لك كل اللي انت عايزه. ايه يا حبيبي؟ مش عايز تعيش مع ماما؟ سامحني انا مش ممكن اسامح نفسي، عمر ضميري ما حيريحني، عمر ضميري ما حيريحني. شايفاني ازاي دلوقت؟ طبعا شايفاني بل احزان. سامحني انا مش ممكن اسامح نفسي، عمر ضميري ما حيريحني، عمر ضميري ما حيريحني. شايفاني ازاي دلوقت؟ طبعا شايفاني جبال ساعة. خش اتفضل. لا انزل انت، فيفي عايزك في موضوع مهم. ايه الموضوع المهم؟ معرفش، انزل بقى. لا انزل ازاي، هو مش النينجا فوق؟ قصدي عمه فاضل. لا مش فوق. يلا يا سمسم، يلا يا سمسم، سمسم اهو يا ماما، يلا يا سمسم.
فريدة هنا. خير؟ اتفضل استريح. تشرب ايه الاول؟ والموضوع خطير لدرجة دي؟ نسكافيه. كوني وان بلاك نسكافيه فور ذا جيست اند ذا يوجوال فور مي. كوني انت راجع اسكندرية تاني مش كده؟ ايوه ان شاء الله. في حاجة؟ يعني هتقعد خمس ايام من غير ما تشوف تامر. مدام فريدة هاتي من الاخر. يبقى الولد يعيش معايا ولما تبقى سيادتك تنزل اجازتك يبقى يجي يقضيها معاك. يبقى حضرتك كنت بعتلي عشان كده. انا ام واولى بيه ولعلمك بقى انا سايبهولك بمزاجي. مدام فريدة انا ما اسمحلكيش انك تكلميني بالاسلوب الاستفزازي اللي انت متعودة تكلميني بيه قدام ابني. ثم انا لا يمكن هسمح ان ابني يتربى في بيت راجل غريب. راجل غريب؟ ايوه راجل غريب. ومين عارف مش يمكن بكره ربنا يكرمك وتخلف لنا عيلين ثلاثه وتبقى ما انتش فاضيه للواد. انا عكس كده بقى، ده انا وبيتي واهلي متفرغين لتربيه الواد. واذا كانت ظروف شغلي ما كانتش بتسمح لي اني اشوفه الا مره في الاسبوع فحب اطمنك انا بخطط ان انا اجي مصر. هاجي مصر واقعد هنا عشان الواد يتربى في حضن ابوه. يا سامي يا سامي طول عمرك بتقول كده عمرك ما صدقت. يا سلام انت يا افندي عمرك ما عرفت معنى الاستقرار ولا الالتزام والمسؤوليه. والله مدام فريده انت جايباني بيتك عشان تهزقيني قدام ابني. ولما انت عارف انك جاي بيتي ما تلبس قمصان عدله. ايه القمصان المهردمه المفندقه اللي مفتوحه لحد وسطك؟ بقى طول عمري بلبس ده. ما اتجوزك كده اشمعنى دلوقتي؟ ما طول عمرك بتلبس مفندق كده وطول عمري بطبب فيك وتعيا وتاخد رب. والله كنت بتطببي فيا. ثم انا عايز افهم يعني كوني نسكافيه فور ذا جيست وبقالنا ساعة ما جاتش كوباية مية حتى. انت اللي زي ما انت عمرك ما هتتغيري على فكرة. نعم ازاي بقى؟ يعني زي ما انت من يوم ما عرفتك من 15 سنة. ازاي؟ يعني الناس بتعجز وانت ما شاء الله كانك بنت 17 يعني مفيش فرق خالص. شفت بقى؟ شفت انا كان عندي حق ازاي لما اخترت والدتك؟ هتفضل زي ما هي ولا بتتغير في الشكل ولا في ال الاخ. هنا من امتى؟ يعني من خمس دقايق. مش المفروض برضو لما تخش بيت ما تخشوش الا في وجود اصحابه؟ ايه الجلياطه دي؟ طيب يا جماعه عن اذنكم عشان تاني. اتفضلي يا فريده. كوني كوني بقول لك ايه الجلياطه اللي انت فيها دي؟ عندك حق يا باشا. المره الجايه هبستاذن من حضرتك. البي بقى بيتريق. لا مش بيتريق ولا حاجه. ايه رايك بقى ان انا زهقت من الموضوع ده خالص ومش عايزك تهون. وعلى ذلك انا اقترحت على فريده انها لما تيجي. مين يا اخويا؟ اقترحت على فريده لما تحب تشوف مدام فريده. اقترحت على مدام فريده لما تحب تشوف ابنها تبقى تيجي تشوفه عندنا في بيتها. اوه حضرتك ما وافقتش. ليه؟ عايز نوافق ان مراتي تروح بيت طليقها عشان طول ما هو قاعد يسبل لها كده؟ اوكي اتفقنا. يبقى الاتفاق التاني اجيبه لها مره في الاسبوع تشوفه هنا ولا سبل ولا ما سبلش. والاتفاق ده كمان انا مش موافق عليه. خلاص اوكي نسال فريده. فري مين يا اخويا؟ نسال فريده. اسمع بقول لك ايه؟ نعم. انا ما اسمحلكش تجيب اسم مراتي على لسانك مجرد كده. ايه فري دي؟ ايه يا جماعه ده؟ معقوله كده؟ ما انت شايفه بيقول ايه؟ هو انا كل ما اسيبكم تمسكوا في بعض كده؟ الله دونت يو ايفر فورجيت ذيس از ماي هازباند يا سامي. بقول لك ايه؟ اسمعي لما تحبي تشوفي ابنك امسك يو كم تشوفيه عندي في البيت. اي ويل نوت برينج ذا بوي ان ذا هاوس از لونج از ذيس كريتشر اكزيستس. يلا يا تامر. الله تامر تامر قلت لك مليون مره ما ترطنيش بالافرنجي قدامي وخصوصا مع الجاهل ده. امسكي. انا نفسي اعرف انت بتفرمها ازاي كده يا واد؟ عشان تعرف ان ابنك فنان يا واد. ما لسه بدري يا استاذ بذمتك انت تنفع اب. الولد دلوقتي مفروض يكون قاعد بيذاكر. يا حسين يعني ما حصلش حاجه؟ ازاي بقى ما حصلش؟ البيت ده له نظام ومواعيد وتقاليد لازم تحافظ عليها. انما اسلوبك البوهيمي ده ما ينفعش. تامر اطلع خد الدش بتاعك وغير هدومك واقعد ذاكر. بتعمل ايه يا حبيبي؟ انا بلعب لعبة الحرب. حرب؟ ليه كده؟ عشان نستعد لعم فاضل. طب مفيش لعبة اخف من كده ممكن تلعبها؟ في طبعا، الكمبيوتر مليان فوايد. زي ايه؟ يعني ممكن يعني فينا قطعة موسيقية. برافو حبيبي برافو. انا عارف طبعا بس عارف تاني الكمبيوتر مهما ألف بيبقى ناقصه
احساس البني ادم، احساس الفنان نفسه. بالظبط. بس تعرف يا سمسم انا نفسي في ايه؟ تعلمني الاغنيه اللي انت عملتها لماما. عمرك ما غنيتها، ما اعرفش ليه. علشان تيجي نتغنوها لماما. ماما وبس. ماما دايما بتقول لو غنيتها الناس كلها تحفظها وتغنيها معاه. انا بغني للناس طلباه، اللي ياكل عيش. لا انا عايزك تبقى احسن واحد في الدنيا، عايز الناس كلها تحبك وتحب مزاجتك. ده انا اللي عايزك انت تبقى احسن واحد في الدنيا، تبقى حاجه كبيره ما حصلتش، تبقى دكتور كبير زي عمك حسين. لا انا عايز ابقى فنان عظيم زيك. انت حقيقي شايف انت اعظم واحد في الدنيا. مش كده قدام ابني. ابنك اللي بتتكلم عنه ده فاهمني اكتر منك. وبعدين ولا ايه؟ انت بقى كأب اديت ابنك ده ايه؟ فوضى. رجاله. رجاله عايش فيها، عايز يورثها منك. انا حياتي كلها لابني يا دكتور حسين. بس حضرتك بتتكلم بمنطق فريده. مش قادرين تفهموا ان حياتي هي الظروف اللي بتحتم عليها كده. حياتك دي ليك انت لوحدك. واوعى تنسى وتنكر ان انا اللي بربيه. عايز يطلع عالم، عالم يقدر يعيش المستقبل. بمناسبة المستقبل كنت عايز اكلمك عشان نبيع بيت المنيرة. تبيع بيت المنيرة ليه؟ وعشان ايه؟ عشان انا بفكر ان انا اعمل فرقة ابقى انا صاحبها واستقر وابقى هنا جنب ابني. برضو اناني في تفكيرك. عايز تبيعنا لحالتنا عشان مصلحتك الشخصية. زي ما سبق قبل كده بقى عمارة عشان مصالحك انت الشخصية يا دكتور حسين. ايوه انا كنت محتاج الفلوس علشان اكمل ابحاثي وادعم مستقبلي. انا كمان محتاج فلوس عشان ادعم مستقبلي. مستقبل ايه اللي بتتكلم عليه ده؟ ان انت بقالك سنين متصور انك انت بتبني مستقبلك. تقدر تقولي عملت ايه لغاية دلوقتي؟ والله يا اخي انا بخجل لما حد يسالني انت بتشتغل ايه. انا على العكس، انا ببقى فخور جدا لما حد يقول لي انت اخو الدكتور حسين. ومن داخل مركز ابحاث المستقبل هيكون لنا لقاء مع الدكتور حسين ابو الوفا، وتجربه مثيره هنحاول نتعرف عليها. ممكن حضرتك تورينا التجربه يا دكتور؟ ياه، الحشرات اختفت تماما. طب ممكن حضرتك تعيد نفس التجربة مع الفيران؟ بس في الحالة دي المحلول ده محتاج يتركز 3 أضعاف. يعني له تأثير على أنسجة الحيوان بالتالي على الإنسان. كل ما زاد تركيز المحلول ده كل ما زاد تأثيره على كل الخلايا الحية. وده ما فيهوش أي خطورة يا دكتور؟ الاختراع ده قضيت سنين طويلة عشان أوصل له لحل قضية الحشرات وخطورتها على الاقتصاد القومي والصحة العامة. طب سؤال يا فندم، ممكن باستخدام هذا المحلول في إبادة الحيوانات الضالة زي القطط والكلاب اللي بتملى الشوارع؟ لا 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 لا، دي قسوة أنا ما اسمحش بيها أبدا. أنا الاختراع بتاعي ده عملته علشان أقضي على الحشرات والديدان اللي بتضر بالإنسان وبتضر بالزراعة، إنما استخدامها ضد الحيوانات وضد الإنسان ده اسمها جريمة، جريمة بشعة جدا. عشان كده المحلول ده لازم يتباع تحت إشراف أمني خاص جدا وبتركيز لا يسمح أبدا باستخدامه لغير الاغراض اللي خصص ليها. ويسعد البرنامج استضافه الدكتور عبد العظيم المنهراوي مدير مركز بحوث المستقبل. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا فندم. اهلا. يا ترى يا دكتور ممكن مناقشه مكونات المركب اللي توصل اليه العالم المصري؟ في الحقيقه ده من الاسرار العلميه اللي محدش يعرفها الا الدكتور حسين ابو الوفا نفسه. وهو هيتفضل بمناقشه مكونات هذا المركب في مؤتمر العلوم الكيميائيه اللي هينعقد الأسبوع القادم في جنيف.
والعالم كله أنظاره مركزة على هذا المؤتمر، وده هيبقى نصر علمي وحضاري لمصر على إيد الدكتور حسين أبو الوفا. ميرسي يا دكتور. عزيزي المشاهد، موعدنا الأسبوع القادم مع انتصار مصري جديد. الدكتور حسين أبو الوفا مش لازم يروح جنيف، لازم نمنعه بأي طريقة. معاك حق، وصول الدكتور أبو الوفا لجنيف هيتعبنا أوي. مش كده وبس، تركيبة أبو الوفا مش لازم تروح من إيدينا، إحنا بس اللي نعرف إزاي نستخدمها، إحنا بس اللي نعرف إزاي نستثمرها. وده معناه إن إحنا ممكن يبقى في إيدينا سلاح يخلينا نتحكم في العالم كله. مش كل العالم، اللي بيكرهونا بس. يبقى لازم نتحرك بسرعة، مفيش وقت. لو سمحت، هي دي فيلة الدكتور حسين أبو الوفا؟ أيوة، هي دي فيلة الدكتور حسين أبو الوفا. مين حضرتك؟ أنا رندا سالم، صحفية في مجلة علوم المستقبل. رندا سالم؟ الله، ده اسم حضرتك جميل جدا. ده اسم موسيقي كده، رندا سالم. ده كان لازم تبقي نجمة سينمائية. الدكتور حسين موجود؟ ايوه موجود، وفي ميعاد ولا حاجة؟ امال تفتكر جايله كده جدعانة؟ صراحة دمك زي السكر. اتفضلي هاني، اتفضلي. انا بس احب اسجل اعجابي الشديد بحضرتك. ايه المناسبة؟ لا مفيش مناسبة ولا حاجة، بس ما يبقى في بنت حلوة جميلة اسمها رندا سالم زي حضرتك تهتم بالعلم والتكنولوجيا، ده فخر لينا جميعا. اتفضلي يا هاني، اتفضلي. أنا مش هتأخر. دكتور حسين، اسمها رندا سالم، صحفية عندها ميعاد معاك. أنا آسف، أنا نسيت خالص الميعاد الحقيقة. أصلاً أنا مشغول، علشان مشغول قوي من دول، عشان أنا مسافر. هي نص ساعة، مش هاخد من وقت حضرتك أكتر من كده. حياتي كلها متوقفة على الميعاد ده. ممكن بعد بكرة في نفس الميعاد. ربنا يخليك يا فندم. أنت جيت تاني يا سمسم. اسمك إيه يا حبيبي؟ تامر أبو الوفا. ابنك ده يا دكتور؟ لا لا لا، ده ابني أنا. هو اصل سامي بقى اخويا انا. وحضرتك شغال في مجال العلم برضو؟ لا لا طبعا، بشتغل في مجال تاني خالص. ايوه بس علم برضو يعني. خلاص خلاص خلاص، حضرتك ممكن تشرفينا بعد بكره في نفس الميعاد. شكرا. بقول ايه، انا ممكن اوصلك. ميرسي. انا معايا عربيه صحيح. شايلين الكراوسه. مع السلامه. تعالى هنا يا بني ادم، مش معقول حركات الاستخفاف بتاعتك دي. مش كل واحدة ست ممكن تقبل السخافات اللي انت بتقولها دي. انا برضو السخافات؟ لعلمك بقى الستات بيعجبهم السخافات اللي انت بتقول عليها دي. يا سلام. ايوه بيعجبك لما انت شاطر قوي كده. امال مراتك مالها؟ طفشت منك ليه؟ انت انسان غريب. شوف يا دكتور حسين، انت عالم كبير وتمتلك عقليه جباره. احنا نقدر العقول الكبيره ونحب نحميها ونحافظ عليها. مش فاهم المنظمه، قصدي الجامعه، بتقترح تتبنى جهودك وابحاثك وخبراتك نظير اي مبلغ تحدده. هي انا متشكر قوي للمنظمه، قصدي الجامعة، لأن الدولة هنا بتتبنى كل أبحاثي وكل تجاربي. شوف يا دكتور حسين، التركيبة بتاعتك اللي قعدت سنين في تحضيرها هتتحول لشوية ورق في أرشيف معاهد الأبحاث بتاعتكم. إنما معانا الوضع هيختلف، هنوفر لك فرصة العمر، التدريس في أكبر جامعات العالم، وهيبقى تحت إيدك معمل مجهز بأحدث الوسائل العصرية. على العموم أنا هسافر بعد أيام إلى جنيف، وهعلن في المؤتمر العلمي معادلات التركيبة العلمية بتاعتي، وهتبقى ميسرة للعالم كله، بس يستخدمها لخدمة الإنسانية. إحنا مش عايزين التركيبة بتاعتك تبقى مشاع للعالم كله، إحنا هندفع لك 5 مليون دولار.
وهنحطهم لك في أي بنك في سويسرا، لكن بشرط التركيبة بتاعتك تبقى ملك المنظمة. شوف يا خواجة، أنا التركيبة العلمية بتاعتي ملك البلدية، ومش ممكن أساوم عليها ولا بأموال الدنيا كلها. وأنا عارف كويس أوي المنظمة بتاعتكم دي هتستخدم التركيبة دي في إيه. قبل ما تقبل أو ترفض فكر كويس، إحنا ما بنحبش كلمة لا أبدا. ما تقلقش يا دكتور حسين، بس أرجوك أي تحركات غريبة لازم تبلغنا بيها. عايزك تاخد بالك من ماما ومن الدكتور حسين، وتعتبر نفسك أنت راجل البيت هنا بدالي. ما تخافش عليا يا باص، بس أنت ما تتأخرش زي كل مرة. حاضر. وبلاش السواقة المجنونة بتاعتك دي. ادعيلي أنت بس حبيبي، تاخد بالك منها. ها يلا. حسين في ايه؟ ماما كويسة؟ حسين ما تخبيش عليا، في ايه؟ وتامر؟ حاضر. لا حاضر على طول. ماما الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله انك بخير. تامر وحسين كويسين؟ تامر بيذاكر وحسين جوه بيوضب ورقه لأنه قرر يسافر النهارده. النهارده؟ وليه القرار المفاجئ ده؟ مساء الخير. أهلا 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 بالصحافة. أهلا راندا سالم الصحفية، اتفضلي. أنا جيت في الميعاد بالظبط. يا ترى الدكتور حسين فاضي؟ لا مشغول. ازاي ده مديني الميعاد قدامكم؟ اتأجل. اصل هو قرر يسافر فجأة النهارده. النهارده؟ النهارده. يا خبر، يبقى مش هينفع. على مهم يروح ويرجع بالسلامة. ارجو ما تكونيش زعلتي يعني. لا ابدا، عن اذنك. الله، هو انت بتلعب في الكمبيوتر بتاعي؟ اسمع يا تامر، الكمبيوتر ده مش لعبة، ده جهاز خطير جدا. وانا لما جبته لك كنت عايزك تبقى أذكى طفل في العالم كله. اسمع بقى، أنا قضيت عمري كله للعلم علشان يكمل رسالتي. وأنت يا تامر حبيبي زي ابني بالظبط، عايزك دايما تشغل مخك وتعرف حقيقة مهمة جدا، إن المستقبل كله للعلم.
ايه في ايه؟ استعجلتني وغيرت معاد سفرك فيه ايه؟ سامي اسمعني كويس، انا عايزك بقى تتحمل المسؤولية وتقعد هنا في البيت، وعايزك تاخد بالك كويس اوي من نينا ومن تامر، دول امانة في رقبتك. اوعى اوعى تسيبهم لحظة واحدة مهما كانت الظروف. في ايه؟ بتقول الكلام ده ليه يا حسين؟ ابدا، بس انا حسيت ان احنا بقالنا مدة طويلة اوي مقربناش من بعض. سامي ارجوك ارجوك تنسى اي كلام جارح انا قلته لك قبل كده. معقول يعني انا ازعل منك يا حسين؟ ده احنا اخواتي راجل مالناش غير بعض. سامي على فكرة انا ما عنديش مانع انك تبيع بيت المنيرة ده لو كان فعلا هيضمن مستقبلك. ربنا يخليك لينا يا حسين. فهمتش انه كان عايزني جنبه، اكيد كان حاسس انه في خطر. يا ماما يا ريتنا انا اللي مت. البقيه في حياتكم. مامي شفت اللي حصل لعم حسين وسمسم؟ اه يا حبيبي تامر يا حبيبي، تحب تيجي تقعد معايا في البيت؟ لا واسيب بابي لوحده؟ يا حبيبي بس بابا في المستشفى دلوقتي.
تخافيش يا فريدة، أنا خارج بعد يومين ومش هسافر بعد كده، هقعد عشان أخد بالي من تامر ومن لينا، هيزورينا في أي وقت، بس إن راح يا فريدة. يلا يا فريدة، الأستاذ محتاج يستريح شوية. اتفضلي يا حاج، الحمد لله اللي جت سليمة. يلا ادي اخرت ان الواحد يتصرف بالاصول. الله، حصل ايه تاني يا فاضل؟ حصل ايه؟ ما انت شايفه يا اختي؟ ايه؟ قاعد متنيل ومكسر واخوه ميت وبرضه قاعد يتنحنح ويسبلك. يا اخي حرام عليك بقى، بي ريزنبل وانس ان يور لايف يا اخي. بطلي بقول لك ترتوني بالطلياني قدامي قدامي. اللي حصل ده مش كفايه، ده جزء من المهمه. الجزء الاكبر اننا نلاقي باسرع وقت معادلات التركيبه. حضرتك ما لقيتهاش موجوده في الشنطه؟ للأسف الدكتور حسين شطب معادلات التركيبة من أوراقه، كان حاسس إننا مش هنسمح له يسافر بيها. يعني الراجل كان هيسافر ويروح المؤتمر من غير ما يكون التركيبة بتاع المعادلات معاه؟ التركيبة كانت في مخه. طب وهنعمل إيه؟ المرحوم كان حويط زيادة عن اللزوم، أكيد مخبي التركيبة في مكان ما يخطرش على بال. لازم نفتش معمله الخاص، اما معمل المركز فده له خطه تانيه. الجماعه بره مستعجلين قوي، لو ما سافرتش خلال اسبوع ومعايا سر التركيبه هنحصل الدكتور حسين، فاهم ولا لا؟ فاهمين؟ استاذ سامي، انا مقدر الظروف النفسيه اللي انت فيها. مقتل عالم كبير زي الدكتور حسين خسارة قومية وإنسانية كمان، لكن أنت ما سألتش نفسك مين اللي له مصلحة إنه يعمل كده وإيه السبب؟ مش عارف. أستاذ سامي، أنا عايز أقول لك إن القضية ما انتهتش بوفاة الدكتور حسين، بالعكس القضية ابتدت. والدتك كانت قالت لي إن الدكتور كان معاه شنطة شايل فيها الأوراق بتاعته وإن الشنطة دي اختفت، ده معناه ان الناس دول كانوا بيدوروا على حاجه معينه. واذا ضفنا للبلاغ ده البلاغ اللي اتقدم بيه الدكتور عبد العظيم المنهراوي رئيس مركز ابحاث المستقبل، بيقول فيه ان المركز اتعرض لهجوم من اشخاص مجهولين كانوا بيدوروا في اوراق الدكتور حسين. يبقى احنا قدام محاوله صريحه للاستيلاء على سر التركيبه اللي عملها الدكتور حسين. سر التركيبه؟ يروح يقتلوه؟ يظهر انك مش مقدر قيمة الاختراع اللي عمله اخوك. وبعدين الناس اللي قتلوه دول ممكن يعملوا اي حاجة علشان يوصلوا لغرضهم. طب هما مش خدوا الشنطة خلاص؟ يظهر انهم ما لقوش اللي بيدوروا عليه. عشان كده لازم نتحرك بسرعة. لازم تساعدنا يا استاذ سامي. سر التركيبة ده مش لازم يخرج بره مصر ابدا. المجرمين دول عايزين ياخدوا مننا سلاح ويحاربونا بيه. انا لسه مش قادر افهم. ازاي المرحوم كان مسخر علمه لاختراع شيء بشع بشكل؟ استاذ سامي، اخوك ما كانش يقصد الشر تمام زي اللي اخترع الديناميت، ما كانش متخيل انهم هياخدوه يستخدموه في التدمير والهلاك. الشر ده عامل زي العفريت اللي في الحواديت القديمه، اذا فتحت له الامم صعب جدا انك تسيطر عليه. Thank you.
الموضوع ما كملش مع المرحوم ورحت قابلت مدير مركز الابحاث، لكن محتاجه شويه معلومات منك وكم صوره. يا ترى ده ممكن؟ ممكن طبعا، بس لو اديتيني يومين ثلاثه اقدر اجهز لك كل اللي انت عايزاه. تامر فكر معايا كويس يا حبيبي، همك حسين ما سابش معاك حاجه يوم السفر؟ ما قالكش أي حاجة؟ قال لي عايز تشغل مخك بس، ما قالكش حاجة تانية؟ يا بابا يعني معقول عم حسين هيشيل عيل زي سر خطير بالشكل ده؟ أمال ليه بس؟ ليه كتب اسمك بدمه يوم الحادثة ليه؟ مش عارف يا بابا، والله مش عارف. طب أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ عشان مش عارف أشغل مخي. الولد حالته بقت سيئة جدا، حاسس انه محاصر، لا قادر يذاكر ولا يلعب زي الأول، وأنا مش عارف أعمل له إيه. أنا آسف يا رندا أوي إذا كنت بتعبك معايا في أمومي. بالعكس أنا مبسوطة إنك بتعتبرني صديقة وبتحكي لي، لكن لو عايز رأيي تامر لازم يعيش حياته بشكل طبيعي زي أي طفل. بتهيألي إن جزء كبير من اكتئابه جاي من توترك أنت. معاك حق، حسين الله يرحمه حطينا في موقف محرج جدا، محدش لحد قادر يفسر معنى كلمة تامر اللي كتبها بدمه يوم الحادثة. وتامر مسكين عنده إحساس بالذنب. أنا من رأيي تحاول أنت وتامر تخرجوا من حالة الاكتئاب اللي أنتوا فيها، على الأقل عشان تعرف تفكر كويس. أرجوك ما تقولش لأ. أنا شفت هاني. أيوة هاني، أيوة هاني، هاني، أيوة هاني. أيوة أنا لا يمكن هسيب ابني في البيت ده دقيقة واحدة بعد كده. كرا يا فريدة، ما تعمل ابني زي ما هو ابنك، وبعدين زي ما أنت شايفة ما الفيلا عليها حراسة مشددة طول الوقت. خلاص يا فندم، خلاص أم الولد. حاضر. وبعدين يعني أنا عايز أفهم يعني هو إيه يعني؟ أنا قلت لك أنا اللي هوديه المدرسة بنفسي وأنا اللي هجيبه من المدرسة بنفسي. يا ثاني الولد لازم يبقى في حضني في الظروف دي، مش هطمن عليه غير وهو في حضني. تامر ابنك صحيح، بس ما تنسيش إنه ابن ابني كمان. تامر في عينيا من جوه، بس ادينا فرصة لما الأزمة اللي احنا فيها دي تعدي. خدي ابنك في حضنك زي ما أنت عايزة. تامر يا حبيبي، أنت عايز تقعد هنا ولا عايز تيجي تقعد مع ماما؟ أنا عايز أعيش معاكم أنتوا الاثنين يا ماما. نعم يا اخويا، تعيش معاهم هما الاثنين؟ يعني ايه؟ دي كومبينا بقى. انا كده بقى شكلي وحش قوي يا مدام. اتفضلي قدامي وبتطمني على محروس ابنك في التليفون، ده انا مركب لك ثلاث تليفونات وفاكس وانسر لاشين. اتفضلي. I'm sorry يا سامي، you know that he's I quite understand. Anytime you want to see your boy you can come and see. Okay. Anytime you're most welcome. بطلوا الهباب اللي بتورطنوا بيه قدامي ده. اتفضلي يا مدام. بس ايه يا ستي؟ اتفضلي. ده يتعشى ده يا امي.
السلام عليكم. السلام عليكم. ها عايز ايه؟ عايز بالونات وكمبيوتر ديسك يا سامسونج. مشبعش كمبيوتر ديسك؟ اديله 2 كمبيوتر ديسك والبالونات عندك اهي. حلوين دول. في عندك 42 منها؟ في ان شاء الله. تامر الولد فين؟ تامر اعرفه دلوقتي. احنا هنفضل قاعدين نتكلم كده هو نقول والواد يروح؟ اكيد اللي خطفوه هيتصلوا بيك عشان يسوموك. اتكلم معاك شوية. استني شوية يا فريدة اما الطايم ده يخلص. ايه اللي عملتيه ده؟ الله ثم انت من انت بتدخني؟ ممكن تسمعني شوية؟ انا عايزة اتطلق. تتطلقي؟ تامر اوعي يا فريده تفتكري اني عبيط ولا مغفل. انت كنت عايزه تغذيه بيا لكن ما قدرتيش. عينيكي كانت بتفضحك. وانا اقول معلش هتستحمل بكره تحس بيك. واكيد العشره هتغيرها وتعرف قيمتك وتنسى سسامي بتاعها ده. سامي ملوش اي علاقه بالموضوع. المساله متعلقه بابني انا اللي اتخطف. ابنك؟ وانت لما تتطلقي هتلاقي ابنك؟ ارجوك يا فاضل. مفيش اي فايده من وجودنا مع بعض. أنا مش عايزة أعذبك ولا أعذب نفسي. أنا هستنى ورقة الطلاق. ألو ألو نمرة غلط. يعني محدش يتكلم يا سامي؟ بقالنا على الحال ده يومين يا ابني. أنا خلاص مش قادرة أستحمل. مش قادرة. بيلعبوا بأعصابنا. بس ضروري هتكلم. الأستاذ سامي أبو الوفا؟ أي اتفضل.
لو سمحت. نعم. امضي لي هنا. وكل عنك. شريط فيديو. وده وقته؟ مين اللي بعته؟ تامر. تامر؟ حبيبي يا ابني. وحشتني قوي قوي يا سمسي. أنا كويس زي ما أنت شايف أهو. ووحشتني ماما وتيتا. سمسي أنا غير. أستاذ سامي، أظن إحنا طمناك على ابنك. دلوقتي افهم كويس قوي اللي هقوله لك. معادلات التركيبة اللي اكتشفها دكتور حسين موجودة في مكان ما في الفيلا. هتقول لي ما تعرفش، بس لو شغلت مخك وقلبت كويس في أوراق الدكتور حسين أكيد هتلاقي اللي احنا بندور عليه. ولحد ما تلاقيه هيفضل تامر في ضيافتنا. قدامك أسبوع واحد تلاقي فيه المعادلات وتبعتها على العنوان التالي: باريس، صندوق بريد 555 بالبريد السريع. أول ما نتأكد من صحة التركيبة ابنك هيكون في حضنك. من فضلك يا فندم ممكن تراجع الشريط ده؟ ليه؟ هقول لحضرتك بس من فضلك راجع. حاضر. استاذ سامي، اظن احنا طمناك على ابنك. دلوقتي افهم كويس. ركز معايا. اسمعي كده. معادلات التركيبه اللي اكتشفها. سامع؟ ايوه. سامع المزيكا اللي ورا تامر؟ هتقول لي ما تعرفش. دي الغنوه اللي انت كتبتها لي. ده اللحن بتاعي. محدش يعرف يعزفه بالتوزيع ده غير انا. انت و طلعت. 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 قدامك اسبوع واحد تلاقي فيه المعادله. يا ده تنسي طلعت. Just like a widow, with its stars around you, I was not free to ever die for love. Each now or never, come home in a hug. Kiss me, my darling, be mine tonight. اهلا يا وسام. اخيرا ظهرت. ازيك يا فريده؟ ازيك يا طلعت؟ انتوا المقدم حسام والنقيب رفعت. اهلا وسهلا. ايه نويت نشتغل سوا؟ يا ريت ان شاء الله. طلعت عايز اسالك، انت فاكر الغنوه الحلوه اللي كانت عاجباك اللي كانت كاتباها لي فريده، انت غنيتها هنا قريب؟ يمكن من 3 ايام. ليه هترفع عليا قضيه؟ لا مش قضيه ولا حاجه. ممكن اغنيها دلوقتي هنا. قوي. هتريحني شويه. بس ايه الحكايه؟ هتعرف بعدين. خطفوا تامر يا طلعت. ايه؟ وانت بقى يا استاذ سامي اما تغني قوم تامر يطلع على الاقل يطمن، يهدى ويعرف ان احنا بندور عليه. يا رب يكون سمعنا ان شاء الله. طلعت انا متشكر جدا، وانا اسف ان احنا سهرناك واخرناك النهارده. تقدر تروح. طب وانت؟ انا محتاج اقعد شويه مع فريده. طب اذا احتجت اي حاجه كلموني. ميرسي يا طلعت. ان شاء الله. خلي الشريط معايا. ميرسي يا طلعت، كتر الف خير. مع السلامه. يا رب. بعدين يا سامي هنعمل ايه؟ مش عارف، بس احساسي يا فريده ان الولد قريب مننا هنا. يعني ايه يا سامي؟ هنخش بيت بيت ندور عليه؟ لا طبعا،
اديني الشريط. ليه هتعمل ايه؟ اديني الشريط وبعدين هقول لك. كلش ليه يا شاطر؟ نفسي اتسدت لما شفت وشك. لسانك ده عايز قطعه. لو ما كنت صغير كنت كسرت عظمك. سالي نفسك في نفخ البلالين لان القعده هتطول. استنى يا اسطى، استنى عندك، ارجع ارجع يا اسطى. ابنك هنا فريده. شرف. محدش بيعرف يبرم البالونات بالطريقه دي الا تامر. انا رايح. لا لا، دول مجرمين ممكن ياذوك او ياذوا تامر. مش مهم ده تامر. لا يا سامي لا، اسمع كلامي، بلاش الاندفاع بتاعك ده. تعال نروح للمقدم حسام، هو اكيد هيتصرف احسن مننا. بلاش الاندفاع ده، ما تنساش ان اندفاعك ده ولا خسرنا بعض، وده تامر انا لا مستعد اخسره ولا اخسرك. ارجع. اتفضل. المقدم حسام من فضلك. ايه؟ انت متاكد من اللي بتقوله ده؟ طب اسمع، استناني في اول طريق سمار. خلاص؟ اطمن ماما بالمره. الو؟ ايوه يا سامي. ها؟ عملتوا ايه؟ الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. ربنا يطمنك يا ابني. ممكن اكلمه يا طن؟ عاوز اطمن انا كمان. عارف. حضر لي قوه بسرعه. Thank you.
رايحين فين؟ تعالوا انتوا هنا. مفيش حد في المكان يا فندم. اكيد حاسوا بينا وكده. طب يلا يلا تعالوا. دي حاجة تجنن، حاجة تجنن. الواد كان على بعد متر واحد مننا. تامر راح، هنوصله ازاي تاني؟ انت عيبك يا سامي انك بتتكلم كتير. اصلك ايه يعني يا فندم؟ معقولة كل ما نقرب من الامل كده يهرب تاني؟ ربنا معانا يا فندم. ارجوكم يا جماعة سيبونا بعد كده احنا نتصرف. اخبية مغفل، كنا هنروح كلنا في داهية. وانا عملت ايه بس؟ قلت لك عينك ما تكفلش عن تامر، ادي عمل اشارة لابوه عرفوا مكانه. ما انا اتحركت في الوقت المناسب. غلطة تانية هنضيع، الحكاية ما تستحملش غلطات، مفهوم؟ مفهوم. كل اللي قالته شيمون مظبوط. اسمع منك يا بنتي رندا، انا عندي اخبار كويسه قوي ليك. خير يا سامي؟ مش فاهم ايه اللي حشرها وسطنا. ازيك يا فريده؟ معلش يا جماعه انا هغيب ساعه واحده ماما وراجع على طول. اتفضلي يا رندا. عن اذنكم. عن اذنكم. شفتي؟ شفتي قال لي ازيك يا فريده ازاي؟ والتانيه تقول لي عن اذنكم وهي ماشيه؟ في واحد عليه برود زي ده؟ ابنه مخطوف وداير مع الست رندا بتاعته دي عشان شعرها مش عارف عامل لي ازاي؟ انا قلت لك يا ماما عمره ما هيتغير. حق عليا انا اللي اتطلقت وخربت بيتي عشانه، ده فاضل كان بيعيط ويترجاني. ما تزعليش يا فريده. بكره يا بنتي ربنا يصلح الامور وتامر يرجع لحضنكم من تاني. رنا شكله هيتجوزها. دي ريسبونسبل كاركتر. ايه لزوم الشتيمه دي يا بنتي؟ خلاص يا رندا. تامر هيرجع. ازاي يا سامي؟ مش لقيت سر التركيبة؟ لقيتها ازاي؟ في عربية لعبة من عربيات تامر، حسين الله يرحمه كان شايلها مكان البطاريات. وهتعمل ايه دلوقتي؟ رندا ما خبيش عليكي، الفن ما بيوكلش عيش، وانا عايز اعيش بقى واضمن مستقبل كويس لابني. وهبتني الفرصة لحد عندي، انا عايز اوصل معاهم لأعلى سعر يدفعوه في المعادلة دي. طب البوليس يا سامي؟ البوليس ده هيعقدها اكتر، لا ينوبني ابني ولا ينوبني الفلوس. اسمع يا سامي، انت لازم تفكر كويس قوي وتتصرف بحذر. انت عارفه انا فكرت في ايه؟ اديهم المعادله ناقصه، ما
اضمن الفلوس واضمن ابني في حضني وبعدين اديهم المعادله كامله ولا اقول للبوليس ولا حاجه. رايك؟ يعني هو قال لك ان هيبعت جزء من التركيبه باريس وبعد كده يساومنا؟ عامل ذكي ومفتح حضرته. ما تخافش، لو التركيبه معايا يبقى لازم هناخدها بكره، مفيش وقت نضيعه. بكره لازم العمليه تنتهي. على فكره سيمون، المنظمه معجبه جدا. لكن حضرتك عرفت ازاي انها معاها؟ انا عرفت من سامي انها بتبقى موجوده قبل اي مصيبه، غالبا هي اللي بتنقل تحركاته للمنظمه. مش لازم تغيب عن عينينا خالص، لازم النهارده نوصل لمكانها. انزل 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 بص عليها يمكن تقابل حد منهم. المحل له باب تاني يا فندم. هربت هربت انت سامي، تعالى معايا انا عايز اقول لك كلمتين. نعم. تصرفاتك يا ابني ما بقتش تعجب حد ابدا. فريدة مخها هيطير وانت مش عايز تقول لها كلمة واحدة تريحها من ناحية ابنها، ولا انت عايز تبعد عن البنت الصحفية دي؟ يا ماما، يعني انا اللي مخي مش هيطير عشان خاطر ابني؟ ده ابني. وبعدين ايه حكاية، ايه علاقة البنت الصحفية بالموضوع ده؟ فريدة اتطلقت بسببك وحضرتك ولندقنا. عشان كده يا امي انا لازم، مهم قوي انا اللي ارجح تامر. يا ريت يا ريت يا سامي يكون كلامك صدق. كمل نفسك انت يا حبيبي وانا هروح اشوف مين. صباح الخير يا بنت، فين سامي وماما؟ اسمعي يا بنتي، سامي ما ينفعكيش، ده راجل مشغول بابنه مش فاضي للكلام الفارغ بتاعك ده. كلام فارغ؟ ايوه. روحي يا بنتي شوفي مصلحتك في حته تانيه غير هنا خالص. مع السلامه. بابا. ايوه. مين اللي على الباب؟ دي الست لازقه هاني. رندا؟ ايوه رندا. قلت لها انك مش موجود. ليه بس يا ماما كده ليه؟ رندا رندا ما استني، ما تزعليش من ماما، انت عارفه ظروفها، اعصابها تعبانه. حقك عليا. ما حصلش حاجه. طيب حابه تفضلي جوه ولا نتمشى شويه بالعربيه؟ يا ريت لو انت فاضي نتمشى شويه. اه فضل. لسه زعلانه من ماما؟ لا ابدا، بس انت اللي مش عاجبني، اعصابك مشدوده على طول. عندك حق، بس انت عارفه ظروفي.
تديهم المعادله وتاخد فلوس؟ يا ريت اي حاجه بس اشوف ابني. طب ايه رايك لو تقابلهم دلوقتي وتتفق معاهم؟ انت تعرفيهم؟ انت ناسي اني صحفيه ومتخصصه في الابحاث والعلوم؟ لا مش ناسي. الإنسان العاقل اللي يفيد ويستفيد. وأنا أحب جدا اللي يفيد ويستفيد. جميل جميل. اتفضل اتفضل اتفضل. ها آه. يا ترى جيت لنا فاضي ولا مليان؟ لا أبدا، كل اللي حضرتك عايزه موجود هنا، بس اطمن على تامر وال مفهوم مفهوم مفهوم. تامر والفلوس تحت أمرك. عظيم. سيمون قالت لنا اسمها سيمون. اهلا وسهلا. والبيه يوزيف. اهلا وسهلا. سيمون قالت لنا انك انسان متعاون واحنا بنحب نشتغل مع الصنف ده. وانا كمان احب قوي اشتغل مع الصنف ده. فريدة، دي الأسرة اتجمعت، كان فين دي؟ كانت ماشية وراك. إيه يا سيمون؟ من حقها تغير عليه وكمان تشوف ابنها. اتفضلي يا هاني. يا سفلة، عايزين مننا إيه تاني؟ مش كفاية اللي عملته في حسين؟ أرجوك يا مدام فريدة اهدي وحاولي تفهمينا. الدكتور حسين هو اللي مرضاش يتعاون معانا. على العموم ده موضوع انتهى خلاص، احنا لازم كلنا ننسى الماضي. احنا دلوقتي بنفتح صفحة جديدة. ننسى ايه؟ انكم قتلتم؟ الزمن والمصالح بينسي حاجات اكتر من كده. ولا ايه يا استاذ سامي؟ والله انا شايف ان حضرتك كلامك يبقى معايا انا بس. انا مش فاهم انت جيتي ورايا ليه؟ الله، عايز اعرف ابني فين؟ واديكي شفتيه واطمنتي عليه. روح انت. ممكن يا استاذ سامي؟ ممكن المعادلات بقى؟ ما حضرتك لسه بتتكلم على المصالح، فيد واستفيد. فين مصلحتي انا بقى لو اديتك المعادلات؟ الفلوس. وهي فين الفلوس؟ ما تبقاش مادي حبيبي، ما احنا لازم نبعت باريس ونتاكد من صحه المعادلات وبعدين نبعت لك الفلوس. ما ده كلام حبيبي. طيب انا عندي اقتراح. مدام سامي قرر يتعاون معانا وبمناسبة رجوع تامر، ايه رأيك نعزمهم اسبوع في باريس؟ منها نتأكد من صحة المعادلات ومنها يتفسحوا لهم يومين. والله طبعا محدش يرفض فرصة اسبوع في باريس، بس سيمون هنا وحضرتك ناسي ان السفر ده عايز فيز وعايز بس. لا حبيبي مش مهم الفيز، ممكن تاخدوها في المطار هناك. الباسبورات سامي يكلم والدته ويقول لها ان انا هعدي عليها عشان اخد الباسبورات عشان يقضي مصلحة، بس انا مش عايزه اسافر. وبعدين يا مدام مش مهم انت تعوزي، المهم احنا. اتفضل اطلب الحاجه. ما تتفضل. باسبورات مع رندا. طيب طيب اطمئني يا حاجه، اطمئني انا هتصرف.
وجدت المعادلات في الكمبيوتر الخاص بتامر، ولكني مسحتها وحرقت الورقة المدون عليها تفاصيل التركيبة، وذلك خوفا من أن تقع في يد إنسان أو هيئة أو منظمة غير أمينة تستخدمها في التدمير. سامي، عمري ما كنت أصدق إنك أنت تعمل كده. إيه أعمل إيه يعني؟ تبيع أسرار أخوك وتبيعنا إحنا عيلتك، تغامر بخطف ابنك وبهدلة مراتك، أقصد اللي كانت مراتك، عشان شوية فلوس. أنت صحيح عملت كده يا سمسم؟ اسكت أنت خالص. الحق عليا، الحق عليا إني بدور على مصلحتك ومصلحة ابني. الحق عليا إن أنا عايز أفسحكوا أسبوع في باريس. باريس إيه ونيلة إيه في الظروف اللي إحنا فيها دي؟ انتي مسكتيني زمان عشان الفلوس، عشان عايزه تأميني مستقبلك ومستقبل ابنك وتجوزي واحد غني. خلاص اهدي فرصتي عشان اعمل مستقبل ابني ومستقبلك بالقرشين اللي هاخده من الناس دول. قرشين؟ 5 مليون جنيه بتسميهم قرشين؟ ثم حد قالك ان انا عايزه فلوس؟ انا عايزه اروح وابني في حضني بس. ريقي وجري على الفلوس. مش قلتلك لو كل واحد فكر زي سامي ده مش كانوا وفروا علينا رصاص ودم وقتل وتخطيط؟ المصيبة انهم عارفين اننا ما بنسكتش وغالبا بنكسب في الاخر. انت عايز كل حاجة سهلة كده، امال اللي زينا يشتغلوا ايه بقى؟ ايوه فندم، انا سامي. سامي؟ لا مش عارف، فيلا في المنصوريه ملهاش اي معالم، والجنينه كلها رجالتهم مسلحين. على فكره حضرتك كان عندك حق، البنت دي مش صحفيه ولا حاجه. لا لا لا، معاهم اسمها سيمون. ايوه. طب حضرتك مش هتعرف النمرة دلوقتي وانا معاك على الخط؟ مش عايز تهاجم الفيلا؟ خطر على الولد. ايوه بس دول مسفرين لبكره، هروح المطار ازاي؟ لا مش هتصرف، هسيب حضرتك. ايوه بس هروح معاهم المطار. بلغ كل المطارات والموانئ منع الاسامي اللي هقول لك عليها دي من السفر. سامي ابو الوفا، تامر سامي ابو الوفا، فريد ابراهيم كامل، واي حاجه بلغوني على طول. مفهوم؟ على فكره اي حركه جنان منكم مش هتلاقوا الحجه. بابا؟ طبعا يا حبيبي. جميل، خلي بالك بالحجه وحافظوا على البيت. باي باي. باي. اتفضلوا. اتفضل. اتفضل. هي بالعكس،
بالعافيه يعني ايه؟ خلاص انك مش عايزك تسافر معايا. ايه سامي؟ بقول لك مش عايزك، مش هو بالعافيه. هو ايه اللي بالعافيه؟ انت بتكلمني انا؟ سامي خد الواد وامشي من هنا. امشي فين يا زكاة؟ مش مسافره معايا. سامي واد يمين. بقول لك واد يمين ايه؟ تك ذا بوي اند جو. ذا بوي از جان اوريدي. ما هو منك. تعالي هنا، تعالي هنا. ايوه كده. بس بتطلبي انا حبي وعدك ونصير لما تكوني سهو يصير ولا غيري في الدنيا حبيبي حلفي بس بتطلبي اطلعي اطلعي قرب شلت قرب من حبي فين 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 تحت الوصف